السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى عليه خالصي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى عليه. قال لي في بداية الستينات قام عالم مشهور بإجراء تجربة مشهورة تم فيها إضافة 20 نوع من الأحماض الأمينية. شفتوا هذا الوسط ضاف فيه 20 نوع من الأحماض الأمينية، ونحى من الوسط هذا نحى لاديان ونحى لارين، نحى لاديان ونحى لارين أم، وزاد وش دار؟ حط أرين أم صناعي هو اللي خدمه، حط أرين أم صناعي. وش دار تاني؟ حط أرين أم صناعي وحط كل العضيات اللي تسمح لي بإنتاج وتركيب البروتين. هكا هذا هو شرح النص هذا. في مره حط عنده التجربه هذه فيها ثلاث او اربع مراحل او اي اربع تجارب. في المره الاولى وش دار لي؟ حط لي ار ان ام صناعي كامل يحتوي على واش؟ على متعدد اليوراسيل. ومره حط لي ار ان ام صناعي كامل يحتوي على متعدد الادينين، ومره ار ان ام صناعي يحتوي كامل على متعدد السيتوزين، ومره ار ان ام صناعي يحتوي كامل على متعدد الجوانين. ها لما حط لي هنا في الاولى حط لي ار ان ام كامل يحتوي على متعدد اليوراسيل، وش لقى؟ اخي عندنا احنا قلنا الرامزه هي تتابع ثلاث نكليوتيدات، واحد زوج ثلاثه، هاي رامزه قلنا هي تتابع ثلاث نكليوتيدات، ولا نقول تتابع ثلاث قواعد ازوسيه، واحد زوج ثلاثه، هاي رامزه قلنا. والرامزه لا تعبر ولا تشفر ولا ترمز إلا لنوع واحد فقط من الأحماض الأمينية. سمى نوع واحد برك، احنا عندنا 20 نوع، إذا كل رامزة لا ترمز ولا تشفر ولا تعبر إلا على نوع، على نوع واحد فقط، على نوع، نعم على نوع. أو نكثر لك كلمة نوع، أي نوع واحد فقط من الأحماض الأمينية. او في الوسط هذا حط 20 نوع من الاحماض الامينيه. ها هوني مجهزها لكم بعد اللي احنا التجربه. شوف ها وسط فيه كل العضيات اللي تسمح بتركيب البروتين، نحي برك لاديان ونحي لارين. حط 20 نوع من الاحماض الامينيه، 20 نوع، وحط لي ار ان ام صناعي. ار ان ام صناعي هذا الاول اللي هو هذا لا يحتوي الا على متعدد اليوراسيل. وش لقى؟ لقى باللي الوسط هذا تم انتاج فيه احماض تم انتاج فيه سلسله بيبتيديه كبيره لا تحتوي الا فقط على واش؟ لا تحتوي الا على الفينيل الاين فقط. يقاها لا تحتوي الا على تتابع فينيل الاين، وهو نوع من الانواع الاحماض الامينيه ال20 هذوك اللي كانوا في الوسط. خلاص باسهل الطرق. علاه؟ باسكو قلنا بعد الرامزه الى تشفر الى على نوع واحد من الاحماض الامينيه، الاي هذه تشفر الى على الفينيل الاين. ما صدقتنيش روح لجدول الشفره التوراثيه، دير هايك فتبحث تكتب اي الاولى هنا، هي تتابع ثلاثه من القواعد الازوتيه اليوراسيل، هاي الاي الاولى، هاي الاي الثانيه، وهاي الاي الثالثه، اي في السطر هذا وما حطها لك شك، تروح سما في السطر الاول اوب هاي الاي وهاي الاي اي اي هاي هاي في السطر الاول، مادام حط لك هذه في السطر الاول، في السطر الاول تقول لي هاو هذه بصحوا فيها لهنا ثاني الاي، هي بصح هذه مع الاخر سي، كيما حط لك هاي او او هاي او او وسي مع الاخر هاي سي لهنا، على هذيك في السطر الثاني كاين سي، اذا احنا او 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 هاي او او هاي لهنا في نيل الاين، تشفر على الفينيل الاين. في التجربه الثانيه حط متعدد الادينين، لما حط متعدد الادينين شوفوا لهنا هاو حط ار ان ام كيما هكا صناعي فيه غير متعدد الادينين، واش عطاه؟ عطاه سلسله من الاحماض الامينيه لا تحتوي الا على متعدد الليزين، هذه لا تحتوي الا على متعدد الليزين، واحد زوج ثلاثه، باسكو راني مداير انايا تسعه من تتابع النكليوتيدات، وحنا قلنا كل ثلاثه تتابع النكليوتيدات نسميها رامزه، والرامزه لا تشفر الا على نوع واحد من الاحماض الامينيه، هاي تتابع ثلاثه ليزين. نروحوا نشوفوا لهنا، احنا قلنا هاي لا وهاي أ أوكي سمراني هنا، هاني هنا في هذه، وراني هنا في هذه، وين رحت؟ ها هاي الأ في السطر عندي واحد زوج ثلاثة في السطر الثالث، أوب هاي أ أ أ شفتوا؟ هي أ أ أ ها هنا عاود لكم خليه في الطرق الجاية تفهموا أكثر. أ أ أ هاي لا تشفر إلا على حمض الأمين ليزين،
خلاص على ديك عطاته تتابع من الليزين، باسكو كاين غير في الار ان ام قواعد ازوتيه من نوع الا اللي هي الادينين. لما حط دركه واش حط متعدد السيتوزين، لما حط متعدد السيتوزين وين رحت متعدد السيتوزين هذا ما عطانيش الا تتابع احماض امينيه من نوع واحد الا وهو البرولين. ها عطاني غير البرولين، ما صدقتنيش، روح له. هاي السي راني هنا، وين راحت السي؟ هاني هنا، هذه تاع الاي خاطيني، هذه تاع السي، هذه هي تاع السي. خلاص هاي السي، ها اسمها هذه هي تاع السي. زيد نروح للحن دركوب، هاي السي في السطر الثاني، هاي السي في السطر الثاني، في السطر الثاني 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 الثاني، هاي السطر الثاني سي سي سي. الالاين ما عطانيش الا صرا خطا، تقولوا لي صرا خطا، نقول لكم هيه. شوف مليح اني ما شفتش اي الجي، هذه اي ما تبانش اي الجي، اي مش السي، على ديك صارت خطا. اوب هاو السي، هاو الاي وهاو السي، هاي السي. اذا راني هنا مع السي هذه، هاي السي سي، هاني هنا وها هي السي الاخرى، هاي في السطر الثاني. هاب هاي سي 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 برولين، شفتوها برولين. هاي روح للثاني، اعطاني واش اعطاني متعدد القوانين. لما حط لي ار ان ام فيه غير متعدد القوانين هذا ما شفر ليش الا على واش، او ما عبر ليش الا على سلسله بيبتيديا فيها نوع واحد من الاحماض الامينيه اللي هو الجليسين. وين راح الجليسين؟ وين راح صار الجليسين؟ هاي الجي، هاي الجي، اوب هذه تاع الاي خاطينا، هاي تاع الاي، وهذه تاع السي خاطينا، وهذه تاع الا خاطينا، اوب هاي تاع الجي. اوكي اوب اسمع نحبس هنا مادام تاع الجي، وي بصح لازم نلقى هنا ثاني الجي باش نعرف وين السطر. السطر الاول خاطيني مادام تاع الاو، السطر الثاني خاطيني مادام تاع السي، والسطر الثالث ثاني خاطيني مادام تاع الا. اذا السطر الرابع، اذا حتما السطر الرابع مادام تاع الجي، وهاي الجي منا وهاي الجي منا، اوب اوب اوب. اذا مش عندي، عندي جي جي جي. اذا الجليسين ها عطاني الجليسين، قاعد تشوفوها. اذا هذه هي، هذه هي اللي انا نفهمها مادام عندي علاه باسكو الرامزه اللي هي تتابع ثلاث نيكليوتيدات، هاي الرامزه وهي لا تشفر الا على نوع واحد من الاحماض الامينيه. قال لي درك حنجاوبكم على الاسئله مادام شرحت لكم التجربه. اشرح كيف يتم فك رموز الشفره الوراثيه اعتمادا على معطيات الوثيقه 2. شرح كيف يتم فك رموز الشفره الوراثيه. تم اصطناع ار ان ام مكون من نوع واحد من النيكليوتيدات الريبيه تحتوي على اليوراسيل، ووضع في انبوب اختبار متعدد اليوراسيل في وسط يحتوي على مكونات سيتوبلازميه ضروريه الكامله لتركيب البروتين والخاليه من المعلومات الوراثيه اللي هي لاديان والار ان ام. فتشكل متعدد بيبتيد يتكون من نوع واحد فقط من الاحماض الامينيه، وهو الفينيل الاين. بالاعتماد على النتيجه المتحصل عليها وعلى طبيعه ثلاثيه للشفره الوراثيه، فان الثلاثيه او 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 تعبر عن الحمض الاميني فينيل الاين، شفناه في جدول الشفرات الوراثيه اللي هو هذا. طبعا لا يحفظ الجدول هذا، انا على حسب معلوماتي لا يحفظ. قال لك شكل باستعمال قطع ار ان ام من اقتراحك متعدد. انا نحط لكم ار ان امات باقتراحي. شوفوا خاوتي، هاو اصبروا، هذا مش باقتراحي، هذا باقتراح الحاجه دي اللي خرجتها من الانترنت تاع شيوخه تاع موقع دراسه.com. شوفوا هاو ار ان ام زعما باقتراحهم هما السي والجي والجي. ومن بعد طقطق قال لك حط هادو كامل، عبر عليهم بسلسله بروتينيه. هو دركا هذه لغه نوويه، عبر عليها انت بلغه بروتينيه اللي هي سلسله بروتينيه. هاو نعت لك، هاو هذه هي تاع هذه، وهذه تاع البقره هي هذه، هكا شفته. خلاص خلصنا. وش قال لي دركا نروحوا لهنا
روحوا لهنا. تحليل مقارن لتتابع النيوكليوتيدات وتتابع الاحماض الامينيه باستعمال برنامج اناجين. طبعا مفيد القول انه برنامج اناجين يسمح لي اني نعرف تتابع النيوكليوتيدات وتتابع واش القواعد الازوتيه في سلسله لاديان ولارين ام، وفي سلسلتي لاديان وفي سلسله لارين ام، وبالتالي يسمح لي بمعرفه اذا كانت هناك كاينه طفره وراثيه ولا. هذا هو ملخص هذه على هذيك اصلا، هذا وكم ديروه نورمالمون مع الشيوخه بالكمبيوتر على هذيك، انا ماني شرح نديرو سهل نعد لك. ها شوف انا جن كفايه عرض المعلومات، شوف كفايه عرض القواعد الاصوتيه، ها الاي والآ والاي والجي والجي شفتوها، واصلا مش واضحه بزاف في الكاميرا. انتوما واش تروحوا تركزوا لي على هذا برنامج انا جن، تقراوها مليح هذه وتحفظوا الميزات تاعو. قلت لكم من الميزات تاعو انه يسمح لي بمتابعه سلسله القواعد الازوتيه او سلسله النيكليوتيدات في كل من سلسلتي لاديان وفي سلسله لارين ام ايضا، وبالتالي يمكنني من الحصول على واش او من معرفه، بالتالي يمكنني من معرفه اذا كان هناك طفره وراثيه. شوف لبقات حاجه برك نمدها لكم. ما بقاتش حتى حاجه نمدها لكم دركا، خلاص خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. خاوتي صلوا عليه، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. خاوتي غدا ان شاء الله راح نزيدو نحطو فيديو ان شاء الله تاع دراسه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.